نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب نشكرك ليتبارك اسمك يا رب. ما أعظمك، ما أمجدك، إله أمانة لا جور فيك. يا رب ما أعظم جودك الذي ذخرت لخائفيك. والشيطان بيحاول يخبي لنا الأقوال دي والأفعال، ما هو أفعالك موجودة منذ الظهر ومعروفة لنا، مكتوبة في الكتاب المقدس، لكن بيحاول يخبي عن عينينا عملك في وسط السنين اللي انت بتحييه عشان يقدم لنا عمله الفاسد. ونشكرك ان لولا انت لكنا ضللنا جميعا، فانت اللي بتعطي روح الثبات وتمكننا وتثبتنا في المسيح يسوع. شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب، شكرا ليك يا رب. امين. هللويا هللويا هللويا. تفسير سفر إشعياء، يعني كل واحد لي في فكرة، طبعا في حاجة توحدنا كلنا، كل واحد بيفسر بيبقى مرتبط بالنص بقدر الإمكان. فالبعض بينتقل من جزء لجزء في التفسير لمسافات بعيدة، يعني يقول لك دي في الحكم الألفي، الثانية في عودة المزبيين، الثالثة، يعني بتهيالي اللي احنا واخدينه ده متدرج لغاية لما ايه نوصل للصليب. الصليب امتى؟ في اصحاح 53. يبقى احنا ما زلنا قبل الصليب، ده متصور كده، لكن مش لازم يكون تصوري يعني هو المظبوط، لكن ممكن المعنى يكون ليه اكثر من معنى. يعني الكلام ينفع قبل الصليب، والكلام ينفع كمان للملك الالفي. انا بتكلم عشان جايز قريت تقرا كتاب مثلا تاني، فيقول كل الكتب بتختلف عن بعض، ما فيش يعني كتابين متطابقين في التفسير. احنا خدنا الجزء الاول، احنا دي ثالث مره افتكر في اشعياء، كانش رابع مره كمان، ثالث مره خدنا الجزء الاول. انتوا مين يا بشر؟ انتوا بصوا للصخر اللي منه قطعتم، انتوا اولاد ابراهيم. ده بيكلم الشعب القديم اللي منه المسيح اللي هياتي الوقت الذي يوصل، هو زي ما قلنا اشعياء 53 في سلسله الدراسه دي. وبعدين خدنا اللي بعديها، انصتوا لي يا شعبي، انتوا شعبي، وخديتكم الشريعه اللي هي ايام موسى، شريعه من عندي تخرج، حقي اثبته نورا للشعوب. ما تمشوش زي باقي الناس، انتوا ليكم رب إلهكم يحرسكم، إلهكم ليه شريعة، إلهكم ليه نظام. وبعدين المرة اللي بعديها خدنا، بصوا للسماء هتزول، ما فيش حاجة يعني باقية عشان تخافوا من البشر، البشر كلهم يموتوا، ما فيش إنسان هيعيش للأبد، يعيش ياخد وقته ويسافر، سواء نبوخذ نصر، سواء قبل كده سنحريب ملك أشور، كل ده إشر كده بيتحركهم ربنا من فوق. فإن السماوات كالدخان تضمحل، ده عدد 6، والأرض كالثوب تبلى، وسكانها كالبعوض يموتون. يعني لما تبص الإنسان مرعب أعرف أنه بعوضة. مرعب على إيه؟ ولا مرعب ولا حاجة. وبيبلغ لأولاده، احنا نأتي في عدد 7 بنقوله عشان ندخل على 9. اسمعوا لي يا عارف البر، الشعب الذي شريعتي في قلبه. ده امتياز كبير جدا مذهل، ما حدش عرفه انه تكون شريعة الله في قلب انسان. كفاية ان له ملكوت السماوات، لا مش بس كده، ده مليان، الرب معاه هنا كل خطوة في الارض، والرب ينصره على كل الأعداء واللي بيكيدوا واللي وكل أعداء الله اللي بيطلعوا غضبهم من ربنا عليه هو باعتباره مندوب الله.
اسمعوا لي، يعرف البر الشعب الذي شريعتي في قلبه. لا تخافوا من تعيير الناس، ما تخافوش. مكتوب عن المسيح: تعيرات معيريك وقعت علي. خفت؟ أخاف من إيه؟ دول بعوض، دول بعوض. ما عرفوش أنهم بالخطية إلى تراب يعودون، فاكرين أن هم رؤساء دول، ولا دول حاجة. الرؤساء دول فيه هيقعد له رئيس دولة 4 سنين 8 سنين وراح. ومهما كان حتى لو في الممالك اللي بيعيش فيها الواحد يملك 20 30 سنة هيروح برضه. ما فيش حاجة اسمها يعني اسمها إنسان تخاف منه. ما تخافش من الإنسان يا مؤمن، ما تخافش منه خالص، ولا من عقارب. ده أنا سلطان على العقارب، كل قوة العدو ندوس الحياة والعقارب وكل قوة. ما تخافش من حد، ما تخافش من شيطان، تخاف من بني آدم. اسمعوا لي، عارف البر الشعب الذي شريعتي في قلبه. لا تخافوا من تعير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا. لو خفنا يحصل ايه؟ هيبقى غصب عننا هنعمل حاجات غصب عننا. اولا في قلبنا نحقد على الانسان ده خطأ كتابي. ليه؟ الايه بتقول ايه؟ حد فاكرها؟ طبعا كلكم فاكرينها. بتقول ايه؟ باركوا لعنكم احسنوا الى. هتعرف تعملها ازاي وانت بتلعنه في قلبك؟ مش هتعرف تعملها، مش هتعرف تعيش المسيحيه خالص. ده انت خايف من انسان وعايز تحتاط منه وبتكلم 3 وزراء واربع رؤساء جمهوريات يحميك. هتعرف تحبه ازاي؟ احبوا اعدائكم. فدخول الخوف والرعب من البشر لا علاج له. واحيانا ربنا ياخد امامه: تعالى بقى خلاص طلعت ابن مخزي، بس تعالى الحق فوق قبل ما تهلك نفسك. لا تخافوا من تعير الناس ومن شتائمهم لا ترتعوا، لانه كالثوب ياكلهم العث. وكالصوف، دي اخر ايه خدناها المره اللي فاتت، الثوب ياكل العث. الثوب الهايف ده الرفيع ده اللي ما هوش بصوف، يعني الصوف ده ياكله بقى السوس. وكالصوف يعني دي في حاجه تسوس اللي هو صوف، وحاجه اللي هو يعني بيسموها عته، العته، والتاني اللي هو العث برضو حاجه كده للسوق، قصدي لللبس تاكله بسرعه. امال ايه اللي يثبت للابد؟ اما بري، اي البر اللي انت تاخده تلبسه عليك، الذي هو بر المسيح. بر المسيح يعني بر المسيح يعني طاعة الإنسان للكتاب المقدس، يثبت إلى الأبد. الابن اللي بيطيع كلمة الله بره إلى الأبد، بره يدوم إلى الأبد. أما بري فإلى الأبد يكون، وخلاصي إلى دور الأدوار. نكمل بقى النهاردة، ناخد لنا كم عدد. استيقظي استيقظي، البسي قوة يا ذراع الرب. استيقظي كما في أيام القدم، كما في الأدوار القديمة. ألست أنت القاطعة رهب؟ طبعا تعرفين رهب ده يعني حد، عارفين حد مش عارفها؟ كلكم عارفينها مصر، وبيسميها اسم غريب قوي الرب، يعني نعرف ازاي بيسخر بفراعنة. حد فاكر رهب ايه؟ رهب الجلوس، يعني مرهب ومش عارف حاجه يعملها خالص غير قاعد بروطه كده. رهب الجلوس قاعد على كرسي بس كده، ممكن بيعمل ايه؟ ولا حاجه. والدليل اللي حصل لما موسى راح قال له اطلع اخرج شعبي، عمل عمايل في الاخر طلع الشعب ولا ما طلعش؟ طلع، وطلع بناء على ايه؟ على هلاك فرعون وجنوده. مصيبة، مصيبة طبعا، انه فهم نفسه بيخوف. ما بيخوفش، ما بيخوفش، كل جنود المركبية غرقت. فهنا العدد ده هنقضي في شوية وقت، ويمكن ما ياخدش غير، لكن جايز ناخد عدد تاني. استيقظي استيقظي، ليه بيقول البينادي ده؟ بيقول استيقظي استيقظي، اصل الحكاية
كأن الرب نايم، ودي مذكورة في المزامير. لماذا كنائم معيط من الخمر سكران ومش جرين بينا يعني. دي في سفر المزامير سفر المقدس. طب هو احيانا احنا كثير نقول كده، هو ربنا فين وسيبنا ليه؟ طيب الاول انت سيبنا ليه؟ نفهم، بس نفهم من ربنا انت سيبنا ليه؟ ليه ما بتعملش زي ما عملت مع القاطع عرب تموت فرعون ونخلص؟ يروح ربنا يسألنا. طيب هو بني اسرائيل دخلوا امتى مصر؟ معرفش التاريخ، لكن قعدوا امتى في مصر؟ مده قد ايه؟ سبع اسبوع اسبوعين 430 سنه. طب انا كسرت فرعون بتاع ايه بعد كم سنه؟ بعد 430 سنه. يبقى في فترة لازم يقضيها المؤمن تحت الضيق لغاية لما يجي وقت الفرج. هو أنت بس فاكر الفرج ومش فاكر الضيق اللي قبل كده؟ كلنا كده. يا رب ما تضرب وتموت. قال طب ما أنا قبل ما موت اديته فرصة 50 سنة 60 سنة 200 سنة 400 سنة فرعون. ما كسرتوش لما دخل، أو قول لما دخل كان في يوسف، بعديها شوية قام فرعون ما عرفش يوسف، بعديها بحوالي 50 60 سنة تاني. يوسف مات 110 سنة ودخل هناك كام اللي هي حوالي 30 سنة لما وقف قدام فرعون وخد المركز بتاعه. طيب من بعد ما خد مركزه قدام فرعون 80 سنة المعروف تمام مات هو يوسف، كان قعد للآخر جايز ما عرفش. طب بعد 200 سنة يقول لك قام فرعون لا يعرف يوسف فذل الشعب وقعدوا مذلولين من ال 400 سنه، مئات السنين ما اعرفش 300 وشويه 200 وشويه، ادي 200 سنه ورب ساكت. إذن لما الرب ما بيخلصنيش بسرعه لان هو عايز ما يخلصنيش بسرعه، لانه عايز خيري. وكلنا بنعمل كده مع اولادنا. مش عارف من كام يوم كده هادي عملها مع بنته الصغيره، كان رايحه تعمل ايه، وانا فاكر فاتن عملت كده مع هادي، انا ما قدرتش اعمل ماليش في القوه دي، لكن فاتن عارفه دي مصلحته. ليه؟ لان فاتن دكتور اسنان وهو عمل كده مع بنته عشان دكتور اسنان تصلح سنان بنته، ربطها فكها لما صرخت، لا ما فكهاش، فكها لما فكهاش، لازم تخلص السن عشان يفكها. طب ما احنا كده برضو ربنا بيصلح حياتنا من جوه، يفكنا ازاي قبل ما تتصلح؟ اللي ساعد ربنا في الوقت يكون قليل، وهو قال لي برضو على بيت انها سلمت خالص، خلص الموضوع بسرعه، لكن كله شافه انت فين انت فين انت فين، بدل ما كان الضيق وعمره هيبقى مثلا سنتين يبقى سبع سنين. فالنقطة ان انا مش دائما انت فين انت فين، استيقظي معناها كده، استيقظي مات يلا مات يلا، استيقظي استيقظي، البسي قوة يا زراع الرب. هي مش حكاية القوة، هو متى وقت القوة ومتى وقت الضيق؟ في وقت للفرج، في وقت للضيق، في وقت للاضطهاد، في وقت للانتصار، ده لي وقت وده لي وقت. في مزمور 44، أنا رايح نفسنا يعني في الدراسة حتى لو خدنا عدد ولا اثنين مش مشكلة. في مزمور 44 في الاستيقظي ده برضه موجودة كتير في الكتاب المقدس، إن احنا شايفين الرب نايم وسكران صراحة يعني. مزمور 44 وعدد 23، استيقظ لماذا ايه تتغفى يعني، جيت له غفلة جيت له غفلة غفلة يعني ايه، يعني بيسموها هنا بالامريكاني ناب. ما الله روحوا بقى شوفوا حال كنتوا، انا حنام شوي. ها غفوة يعني غفوة، ما هو نفس الحكاية.
طب إذا كان من صفاته حد يعرف صفاته؟ يبقى يغفل إزاي؟ شفتوا إحنا بنتهم ربنا إزاي؟ دي من طبيعة الله لا ينعس ولا ينام. ما بيخلصناش ليه؟ مش لأنه واخد غفوة يا مؤمن يا مجرم، ما تتهمش سيدك بكده، لأنك أنت لازم تتألم. أشكر ربنا أنك بتتألم. بولس لما فهم يقول لك أفتخر في الضيقات، أفتخر في الضيقات، ليه؟ ربنا بينقيني، أفتخر أفتخر. إحنا بنفتخر لما يموت عدونا، بنفتخر لما نشوفه كده مشلول. هي في أي زي كده؟ مش عارف، أنا مش فاكرها. قلت بصوت عالي شوية ده. شفتوا الآية دي؟ آية حقيقية، مش دياق مؤلفة. يعني لما أنت تفرح فيه ربنا يضربك. ليه؟ لأن المطلوب أنك تخضع تشكر ربنا في الضيق، لأن الضيق بيكملك. معناها سامحني يعني المؤمن غبي؟ مش فاهم، مش فاهم إزاي إن ربنا بيكلف عدوه ينقيه، فبيخلي عدوه مسلوك في سكينة. مش مشكلة، ربنا فوق عدوه شايف كل حاجة، وقت ما عايز السكينة تروح هتروح. الآية بتاعتنا لا تشمتي بي عدوتي، يعني أنت ما تشمتيش يا عدوتي. ليه؟ لأن ربنا معايا، إن سقطت أقوم. لكن من أنا أشمت أشمت عدوك إزاي يا مجرم؟ أنا متأسف أقول التعبيرات دي على المؤمنين، لكن غباء رهيب. الحمد لله ربنا موت له بنته يا مجرم، ايه ده؟ ده يعني احسنوا الى من يسيئون اليكم. فين الاحسان بقى اللي انت عملته لما قلت موت له بنته اهو عشان بدنا وراني في شماته؟ صدقوني ده الفكر الاسلامي بيغطي على مخنا، عشان أنا عشنا بدول إسلامية. بس ما نفرحش بيه برضو، ما نفرحش بالطلب ده، هو يعمل براحته، هو ده شغله، هو ده. هل بفرح بيها؟ أبقى أنا غلطان. لو أنا فرحت بيها أبقى أنا غلطان. ليه؟ لأن أنا بشمت فيه زي الآلة الضياء، بشمت فيه يروح ربنا ضربنا أنا كمان. اقراها لنا بقى حسني حبيبي. ولا يهمك، خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك، مش مشكله. ده كلام صح، وفي كذا آية في الكتاب الرب يأكده. انت ما تطلبش الا ايه؟ خلص عدوي، نفسي اشوفه في السماء يا رب. لان الرب ارسلنا عشان ايه؟ لكي نضع اسمه في هذا العالم، حتى اسم الله اللي محطوط على البشر في هذا العالم يخلصهم مش يقتلهم. هو يقتل براحته، ده شغله، ان هو الديان. انا ماليش سلطان ادين حد خالص، لكن مش انا ربنا، وربنا بيشوف لي اغراضي. فدي نقطة مهمة جدا. احنا قلنا نطلع ايه؟ مزمور 44 وعلى 23. لو استيقظ لماذا تتغافى يا رب؟ غلط، الرب ما عندوش غفا ولا نوم ولا ناب صغير خالص، لا ينعس ولا ينام. انتبه لا ترفض للأبد، هو عمره ما يرفض أولاده للأبد، وده وعد صادق مسجل في كلمة الله مش عارف كم مرة، لدرجة هو بيسحق أورشليم
مش فاكر سفر حزقيال، لا في الأسفار الصغيرة اللي بعد كده، بيقول له ده العدو مش فاهم، العدو اللي سحقك يعني، أنا خليت العدو يسحقك، العدو ده مش فاهم إن هو لما يسحقك بيسحقك لغرض إني أعيدك مقدس للرب. وفعلا ربنا أعادهم بغير أصنام لما تبنى الهيكل الجديد، لكن هو أسحقه لأنه سحقك. فتصور إن ربنا يرسل واحد يكسر شعبه إسرائيل، هذا البابليين، قصدي الأشوريين الأول، ما هو الأشوريين والبابليين، الأشوريين صدر حكم عن النهاردة ما جاش جاكلين، صدر حكم عليهم لعاصمتهم نينوى. نينوى في العراق دلوقتي مش كده؟ نينوى في العراق، عاصمتهم نينوى اللي هي راح لها يونان برسالة من الرب وتابت، بس بعد كده اتكسع التاني. الأشوريين بلد من بلدين في الكتاب المقدس، طبعا جاز أكثر من كده بس دول أنا قريتهم وفاكرهم، اللي هم ليس لهم اسم إطلاقا الآن. طب ما في أشوري بيتكلموا أشوري، لكن ما مش دولة، في دولة اسمها أشور دلوقتي توزعوا على العراق، وإذا كان شوية راحوا إيران، فين أشور دلوقتي؟ في ناس أشوريين صح، لكن فين ما فين من هو ملك أشور الآن؟ فيش، لأن الرب قال إن هذه المدينة لن تقوم ثاني، تقوم كدولة كمملكة، لكن في نينوى لكنها تبع العراق. الدولة الثانية اللي هي أدوم راحت خالص، الأردن كلها زي ما سألت أخويا جورج، قال لي ده احنا واصلين لغاية العقبة، اتاكلت أدوم. أدوم كانت في السكة بين الأردن والعقبة، بين الأولاد عمون بني عمون والعقبة. ففي دول بيأمر رب بسحقها، ليه؟ لأنها سحقت شعبه. الدولة الثانية سحقها بس موجودة، موجودة كرمز للعالم اللي هلكوا ربنا، اللي هي بابل، اللي هي كانت الحلم بتاع صدام حسين، كان أحسن يعني قدوة لي في حياته اللي هو نبوخذ نصر. نبوخذ نصر آمن، أنت مالكش في الإيمان. بابل ما زالت موجودة لأنها اسمها بابل العظيمة، أم الزواني، رمز للعالم كله. لكن فين مجد بابل؟ اديك شوف العراق فين المجد اللي فيها ده، حاليا خلاص اسمه العراق الجريح. فالنقطة هنا انه الله لا يمكن يذل شعبه للموت. اذل اسرائيل 2000 سنة وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم، وبعدين رفعهم ولا رفعهمش بالرغم من عبد الناصر اللي حرمه في البحر. والحقيقة عمل في مخ عبد الناصر حاجات في منتهى الغريبة، منتهى العجب. دخلوا حرب اليمن قبليه عشان يشيل جيشه، ونصحوه كذا قائد، كلام ده طلع بس عبد الناصر ما مات، نصحناه 100 مرة. الجيش بتاع اليمن زبل، كل شويه يبعت لهم معونه تزبل، لان هناك الجو وحش جدا وطرق وحشه جدا، والسعوديه مش سهله يعني زي ما كان فاكر، السعوديه قويه. ف كان رده هو مقتنع بكده ان الجيش هيزبل، قال بس هبتي تروح فين؟ تصوروا وهبته ضيعت الجيش، وقوم بعد كده حاربوا حرب 7 5 يونيو، فهو نفسه استقال بإعلان فشله. دول الشعب الغلبان بقى اللي مش لاقي راجل في الدنيا، فقال له انت خليك رئيس. معنى كده ايه؟ ان الله لما يخطط ان اسرائيل عددها 2 مليون وقت عبد الناصر، انها تغلب جيوش عربية، يمكن عدد الجيوش اكتر ب 2 مليون، ده 2 مليون ده البلد كلها، عدد الجيوش ويمكن معرفش كم مليون نزلوا وقتها سوريا على العراق على معرفش مين نزلوا مرة عبد الناصر في 7 يونيو، استغرقت أخشى أقول ساعات، تلت الهزيمة كملت الهزيمة أعلنت 5 يونيو، لكن إمتى خلصت الحرب؟ بعد ما قامت بكم ساعة؟ 20 ساعة جايز،
وقعد محمد سعيد لما الخيبة بتاعته بقى ينادي بقى في وانتصرنا وغلبنا ودخلنا تل أبيب. يا عم بطل دور عليه بعد كده ما لقوهوش، ما عرفش هو فين الراجل. قال انا مالي انا بيقولوا لي اقول كده. فشعب الله يتميز انه يتضرب بس لا يهلك، زي المؤمن بيهلك ما بيهلكش، بيتضرب طبعا 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 بيتضرب عشان يتهذب وعشان يتأدب. واللي دخل منكم السجن فيه وافطة على السجن، حد دخل منكم السجن قبل كده ولا زار مسجون زي انت ما زرتنيش طبعا؟ السجن تأديب وتهذيب وإصلاح. أنا دخلت 5 سجون كلهم كده. ربنا بيدخلنا التهذيب والتأديب والإصلاح لغاية اللي بيجي الفرج يطلعنا بره. يلا شوف شغلك. طيب نعم. مابل، مابل ده بلبلة الألسنة هناك. نمرود مشهور جدا. نعم. طبعا ده برج بابل 11 اسمه برج بابل، دي البقعه اللي اسمها بابل. ونمرود ده مشهور جدا زي ما قرا دلوقتي ضياء. نمرود عارف اسمه الغطي معروف الواد ده نمرود. نمرود يعني مكار خداع كده بتاع لعب الابامبا. تفضل. نعم. يباركك الرب يا حبيبي. طيب ناخد شاهد تاني. اخذنا مزمور 44-23. لا تغافل الله لا يتغافل. في مزمور 93:1 الرب قد ملك لبس الجلال، لبس الرب القدرة، ائتزر بها، أيضا تثبتت المسكونة لا تتزعزع. ده حينما يأتي وقت الملك. وقت الملك ممكن يشير بالنسبة لدراستنا في إشعياء اللي هو وقت عودة بناء الهيكل وعودة زربابل وعودة الآنية وبعدين عودة عزرة عشان يعلم الشعب وبعدين عودة نحامية لبناء السور. كل دول عادوا على فترة، ثلاث فترات عادوا عليها بنو إسرائيل، وقامت الأمة الإسرائيلية من جديد بلا أي وثن فيها خالص، وقعدت مقامة استمرت إقامتها لغاية لما المسيح طردها وقال لهم هو زبيتكم يترك لكم خرابة. قعد 500 سنة مقيمة في أرضها تقريبا من وقت عودة الأنية لغاية لما المسيح قال لهم هو زبيتكم يترك لكم خرابة، وحدد لهم معاد المجيء بعد 2000. ما قال لهمش بعد 2000 يعني، قال لهم حتى تكمل أزمنة الأمم، وكملت أزمنة الأمم سنة 1948. وجمل الناس حاربوا بقى شوية العرب دولة، وهو اللي حصل. مين اللي بيدور الدنيا دي؟ الرب اللي فوق، الرب اللي فوق يديرها كلها. وسيأتي وقت، جاء وقت، أولا جاء الوقت أنه ملك الرب على قلوبنا، ده نعمة كبيرة جدا، ده جاي هنجيلها بعدين في الآخر في بعد إشعياء 53. لكن جاء وقت ملك الله دلوقتي، وإحنا عايشين في ملك ربنا. من ملك القلب؟ الله يملك القلب. عشان كده أبديتنا المؤمنين يعني لا شك فيها إطلاقا، لكن سيملك الرب ملكا حرفيا في أورشليم، وسيملك معه رسله 12 رسول، ويعطيهم كراسية يدينون أصباط إسرائيل 12. كل ده هنفهمه بعدين. ثم بعد ذلك سنذهب إلى بيت الآب. نعم.
بالظبط. مية مية، احنا في جيل هنخلص، هيخلص الموضوع، هيخلص 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 هيخلص. نشكر رب. طيب ناخد كمان شاهد تاني، مزمور 44:1، كل ده على العدد الأرنب. مزمور 44:1، احنا ايه العدل اللي انا اقراه عشان نفتكر بس احنا نقرا المزمور. نطلع الاول مزمور 44:1، وبعدين ايه نيجي في اشعياء 51. استيقظي استيقظي البسي قوة يا ذراع الرب، استيقظي كما في ايام القدم. كما في نعم واحد اللي هي اللهم بأذاننا قد سمعنا آباؤنا. نعم مزمور 44:1، ما ما نفس الكلام. ما انا بقول التشابه من ده ومن ده. ف الباسي الباسي استيقظي استيقظي بس قوة زراع الرب، استيقظي كما في أيام القدم كما في الأدوار القديمة. ألست أنت القاطعة رهب دية؟ يعني تعب بني إسرائيل أيام إشعياء، مش أنت اللي كسرت فرعون؟ طب ما تكسر سنحريب، هو كسره فعلا بعدين. هو كسره فعلا 105، ده هو السبب إبادة المملكة الأشورية، الإمبراطورية الأشورية. مين أبادها؟ ملك من الرب بس، ما بداش جيش. 185,000 واحد راح ملك أشور، رجع راحوا اتنين من عيله قتلوه، وقف في هيكل إلهه واحد ابنه واحد تالت كده ملك. دي موجودة كمان في نبوات الأنبياء الصغار، راح أقولها لكم دلوقتي، أنا قريتها برضو اليومين دول في سفر إيه. يا رب يسوع ليك المجد، يا قدوس يا قدوس يا قدوس. يقول له هيكل إلهك أجعله قبرك عن ملك أشور. ده فين ده بقى؟ لا قبل صفانية، السفر اللي قبل صفانية، يمكن نحوم، احتمال كبير نحوم. تفضل حزقية، ماذا اللي حصل عن حزقية؟ تفضل قول كمل كلامك. نحوم 1 عدد 14، الكلام لملك أشور اللي هي قلنا نينوى المملكة بتاعته. ولكن قد أوصى عنك الرب، أنت ملك أشور، لا يزرع من اسمك فيما بعد، ما فيش واحد هيخلفك خلاص، إني أقطع من بيت إلهك التماثيل المنحوتة والمسبوكة. ليه؟ لأن اللي حصل المملكة الأشورية كانت قبل الكلدانية، ولما ماتوا 185,000 واحد في الجيش ضعفت خالص المملكة. فأولاد سنحريب، هو اسمه سنحريب، لما أولاد سنحريب قتلوا اتنين أولاده وقتلوه، واحد ملك ملك على مملكة هزيلة جدا، فجي ملك بابل بقى عمل ايه؟ وراح خد كل الأوسام بتاعة أشور شالها كسرها كلها. قد أوصى على 14 نحوم 1، ولكن قد أوصى عنك الرب ليزرع من اسمك فيما بعد، إني أقطع من بيت إلهك التماثيل المنحوتة والمزبوكة. كان بيت إله أشور ده هلمان كبير، وإيه تاني؟ ها؟ أجعله إيه؟ اللي هو أتروب بيت إله، فمات هناك. واحد الأصحاح الأخير، العدد الأخير بس، إني أقطع من بيت إلهك التماثيل المنحوتة والمزبوكة أجعله قبرك. ليه؟
لأنك صرت حقيرا. طب اشمعنى هو الحقير؟ ايوه طبعا اي خاطئ حقير سامحني يعني، بس اشمعنى هو الحقير؟ لاني بعثت له نبي اسمه يونان زمان حوالي 100 سنه يعني، بين نبي يونان وبين هلاك مملكه اشور حوالي 100 سنه. بعثت لك نبي وصدقت النبي وتبت، هي فين التوبه دي؟ استمرت كام؟ واشور في الزمن الاخير بتاعه في اثار، لان انا سابقه يعني الزمنيه، ففي الاثار بتاعتها في صور توري ازاي كانوا بيسلخوا جلود البشر لما يهزموا حته ويتفرجوا عليها باعجاب شديد جدا، كانها يعني اثار الانتصار. فكانت من اكثر الملك الشريره جدا في التعامل مع الاعداء اللي خدوهم. يعني متهيألي ما اعرفش داعش بيعمل كده ولا اوحش من كده ولا اقل، لكن يعني هو نفس النوع. فبيقول له اجعلك حقيرا لانك صرت حقيرا او كنت حقيرا. طيب في مزمور 44 واحد لارناء: اللهم باذاننا قد سمعنا، اباؤنا اخبرونا بعمل عملته في القديم في ايام الخدم. طيب ما زي ما نفس المنطق في التفسير، انا مش شغال كده على طول، تصوروا ربنا شغال كده على طول، الدنيا هيبقى لها معنى. يعني ايه؟ يعني مثلا اي خطأ ربنا موت البني ادم، خطأ تاني موت البني ادم، خطأ ايه هو ايه ده؟ الدنيا مش هيبقى فيها ناس. لكن طول بال الله اولا بيدي فرصه للتوبه، هو مش عايز الانسان يموت، هي اراده الله يموت ولا يخلصوا؟ الجميع يخلصون، الكل يخلصون، ده مخلوق الانسان ده على صوره الله، فعايز يخلص. فما يمكنش يلا اضربه هو ايه يعني؟ ما مش طبيعه الهي. نعم يا حسني، ده في الملك الألف، لكن في الدنيا لسه احنا ما وصلناش. فيعني الله يريد الجميع يخلصون، وفرصتهم ليهم فرصة اليوم محدد اسمه الملك الألف، وبعدين في الملك الألف بيتكلم على الأعداء اللي هناك اللي هم جوج وماجوج، هيحصل فيهم ما يحصل زي ما يحكم، زي ما الرب كاتب في الملك الألف. فقصدي ان الرب ليه مواعيد محددة منه لكل أمر. اوعى تتهم الله انه نايم، اوعى تقول له انت ما عملتش فيا زي فلان ليه، اوعى تقول له انت ما ليه انت محاب، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. الله عنده ليس عنده محاباه. كل انسان يستوفي وقت الضيق هيجيله وقت الفرج، كل انسان يستوفي وقت الفرج هيرجع تاني وقت الضيق، كل انسان خلص الضيق هيجي الفرج، هكذا. امال نعمل ايه؟ سلم للرب طريقك واتكل عليه وافرح بيه وعيش متهني وياه. طيب في أيوب 26:12، وهنا حكاية راهب دي اللي هي ايه، ليه ما تقتلش الدنيا اللي حوالينا دي زي ما انت ايه أبت راهب مع المصريين. أيوب 26:12، تخيل واحد اليومين دول كده ايه راح الشيطان اقنعه قال له اسمع بقى، فرعون كان ضد اسرائيل، انت قول ربنا حطه في خانه اليك، خانه اليك دي في لعبه الطاوله اسمها، يعني يا تهلك لي عدوي يا انا مش هؤمن بيك. في الاخر انت ما مش بيه على طول، مش هيهلك له عدو، لان حط الايمان بهلاك العدو. مين قال لك ان دي ميزان صح؟ دي ليست ميزان المؤمن. ممكن اقول له ما فيش غير قول واحد، اي قول ثاني غلط، اقول له يا رب فلان مضايقني خالص، التفت الى عبدك كويس بس خلاص. ايوب 26:12، بقوته يزعج البحر، كل دي اشاره ليه؟ للمصريين، وبفهمه يسحق رهب.
الحقيقة رهب ما كانش الصحق وقتها، دي كانت نبوة، لأن أيوب قبل موسى، أيام رهب دي كانت أيام موسى، أيوب ده قبل موسى، أيوب وقته كان مع إبراهيم والجماعة دول، ما هوش من أرض عوس، ما هوش من أرض الكلدانيين. فلكن النبوة دي من أيوب، النبوة اللي قالها إن الرب إنه بقوته يسحق رهب أي فرعون مصر، وعملها بعديها ما عرفش بكام ألف سنة حسب تاريخ أيوب فين. نعم، رهب اللي هي اسم من أسماء مصر. أنا بتكلم عن دراسة السفر لرهب اللي هي بلادنا يعني وبابل، لأنها الدراسة متنوعة في الكتاب. فمثلا في مزمور 87 نرى حاجة تاني، مزمور 87 وعدد 4 عن رهب برضو وقارنها ببابل، يعني حيفرح ضياء معانا دلوقتي. مزمور 87 وعدد 4، وده يمكن ذكر مش كتير عن بابل، فيبقى من الحاجات اللي ضيعها علقها عنده في البيت. يولي عارفتي، رهب عارفتي صح، مبارك شعب مصر. لكن حتى بابل هيكون فيها مؤمنين قبل مجيء الرب. اذكر رهب وبابل عارفتي، ومضيف ليهم مين بقى؟ يلا كمان جورج ملوخية برضه افرح معانا، هو ذا فلسطين واللبنانيين وصور والجماعة حبيبنا بتوع السودان والحبشة وكوش. ايه؟ نعم؟ ده ايران في الملك الالفي، جاي فعلا جاي بعدين صح. يقول ايه عنهم؟ الرب هذا ولد هناك. ايه هذا ولد هناك؟ فيهم ناس مولودين للرب في البلاد دي، صحيح، وفي كارزين في البلاد دي، وفي يخدموا الرب في البلاد دي. ده قبل كده انت سحقت، ايوه سحقت، ده كان زمان الفراعنه، لكن دلوقتي في مؤمنين في كل العالم الحقيقه، بس هو خاص بيها الناس دول اللي كانوا مشهورين وقتها. هاليلويا هاليلويا. نعم دلوقتي لا 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 لا، الملك الألفي يعني الشرط بتاعه ويكون الشيطان مقيد ألف سنة. فالملك الألفي بعد تقييد الشيطان، طول ما في شر في العالم يبقى الملك الألفي لسه ما توصلش. هيوصل إمتى؟ هيوصل لما في آخر سفر الرؤيا سيرسل الرب ملاك من السماء، ده بعد الضيقة العظيمة، في نهاية الضيقة العظيمة قبل معركة هرمجدون، سيرسل الرب ملاكا قويا من السماء يقيد الشيطان ويحبسه في الهوية ألف سنة. وقتها هيملك المسيح هنا على الأرض ألف سنة. لا 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 لسه، احنا الضيقة العظيمة بعد الخطاف، احنا ما تخطفناش لسه. اول حاجة الخطاف، وبعد الخطاف في ضيقة عظيمة اللي هي 7 سنين. ده بلاوي على الارض والوحش حاجة، عن ربنا يرحمنا. بعد كده في 1000 سنة اللي هم الشيطان مقيد، وفي مجموعة كبيرة من الجماعة الملحدين دول، لأنه رب عايز يوريهم نفسه وهو مالك على الأرض، وهيقعدوا 1000 سنة شايفين برضو مش هيؤمنوا. كلهم هلكوا، الصين وغيره 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 وغيره. دلوقتي مصر الرب تبقى ملحدة كلها. ربنا يرحمهم، ما طبعا مش كلها ولا حاجة، نشكر الرب فيهم قديسين في مصر. لكن ده ترتيب الأحداث. نعم في أي سؤال؟ ترتيب الأحداث كده، الخطاف أول، الخطاف ما حصلش ما فيش ولا حاجة تاني حصلت، لا حصل ضيقة ولا حصل ملك ألفي، لأنه بعد الاختطاف تختطف الكنيسة. هكذا نكون مع الرب كل حين في الهواء كده، في فوق السحاب. حد منكم فتح باب الطيارة ونزل شاف ايه فوق السحاب شكله ايه؟ وقتها كلنا هنكون فوق، جو جديد قوي، جديد قوي علينا فوق.
عشان كده الأجساد هتتغير ونحن على الأرض هنا، هتبقى أجساد مثل جسد المسيح الممجد اللي بعد القيامة، اللي هو مش محتاج أبواب الفقع عشان يدخل، يدخل على طول، مش محتاج يعني مش محتاج حاجة تمنع الجاذبية، لأن الجاذبية راحت على الأرض خالص. الجسد المجد ده ماشي كده ملزوق في المسيح. نعم، ضد الجاذبية. الجاذبية ايه؟ الجاذبية عالم، ما الجاذبية احنا جبناها لنفسنا. هو الجاذبية بتاعت العالم دي يعني ربنا خلقها كده من الفراغ؟ الجاذبية دخلت العالم لما حواء غلطت، لأن اختارت الشيطان، فرح ربنا ادى العالم جاذبية. قبل كده كانت عايشة ببرارة مع الله، ولا مجذوبة للعالم، ولا لكن عينها زاخت الشجرة فحصلت الجاذبية، من جاذبية نفسية أكتر، وكمان بالتقليل الجاذبية اللي ترمي حاجة تنزلك على الأرض. كل ده هيتغير إن شاء الله قريب. آخر حاجة بقى هناخدها مزمور 74 وعدد 13، يبقى احنا خدنا عدد واحد النهاردة. مزمور 74 وعدد 13 ده الأساف، بيتكلم برضو عن يا رب ما تخلص عن الناس. كله كلام واحد. أنت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه، أنت رددت رؤوس لوياثان، جعلت طعاما للشعب لأهل البرية. يعني ايه؟ ايه رأيكم في التفسير ده؟ يعني ايه هنا كسر ايه؟ أنت رددت رؤوس لوياثان. لوياثان ده طبعا ده ما يعني مش موجود دلوقتي، لكن حاجة رهيبة جدا. جعلته ايه؟ طعاما للشعب لأهل البرية. حد يفتكر حاجة؟ لما جم الخارجين مع موسى اللفيف وتزمروا على المن، كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف، القدور بتاعت مصر ملينا لحم، الحقيقة ولا مرة أكلهم لحم في مصر، لأنه عبيد يأكل لحم إزاي؟ مش بس عبيد، وعشرين مليون واحد يأكلهم لحم إزاي؟ يعني ما حد هم يأكلوا لحم لحم، لكن ما حدش فرعون يأكلهم إزاي؟ ما هم ما بدهمش مهاية، المفروض يأكل العمال دي، كله بصل، كله توم، كل عسل ولا أصل عدس، بس خلاص. لكن لما طلعوا خدوا اللحم، طبعا عندكم لحم تباهوا زي ما بيقولوا دلوقتي، لا عايزين ربنا ياكلنا لحم، فاكلهم لحم في البريه مده شهر. فتفسير ده ايه؟ في اساس بيقول لك ده راح مكسر الراس رؤوس اليونس لو ياسان ده كلها، وراح جيبها مطرها من فوق، اقتراح يعني، ما اعرفش ربنا عمل ايه، لكن ده في مزمور الاساف. جاب لهم لحم من فين؟ الله يعلم، هي طيور جات نزلت كده من فوق. نعم، السلوى، طيور السلوى. فهنا التصور أساف بيقول كده، بيقول يعني شوف قدرات الله العجيبة، جاب لهم لحم في البرية، كام واحد ماشي؟ ملايين، أكلهم كلهم. طيب وإيه حكاية كسرت رؤوس التنانين على المياه، رضت رؤوس لوسان؟ قلنا دي فكرة أساف عن موضوع أكل إيه الشعب كان إزاي. طب وإيه كسرت رؤوس التنانين؟ أتاري دي عن إيه؟ نرجع كده لإشاعية، موضوع نحن إشاعية 51،
احنا اخذنا عدد 9 بس، لاخر عدد 9 بيقول في اخر 9 ألست انت القاطعة رهب الطاعنة التنين. هنا رهب اللي هو قلنا فرعون مصر، الطاعنة التنين ده فكر إشعياء إنه إزاي مش بس قتلوا، ده طعن مصر، طعن فرعون مصر طعنه، لأنه كان متأكد فرعون حيزلهم يرجع بيهم، لأنه بالنسبة له طلع إلههم مش فاهم، إلههم مش دريان، إلههم عايزهم يعور بحر، بحر حبروه إزاي يعور بحر إزاي؟ ده حتة معناها سد، فرعون وراهم خلصت، نحن مخلص عليه. الطاعنة التنين رهب والطاعنة التنين إشارة لفرعون مصر. متأسف أطلت عليكم، أنا عارف الأخ جورج عنده حقنة. لا يا حبيبي، فالحقيقة نهاية الموضوع، كم واحد فينا اشتكى على الرب وتزمر على الرب الأسبوع اللي فات؟ أنا أو غيري، أرجون ما نعملش كده، عيب ما صحش، لا الرب نايم ولا الرب عنده غفلة ولا الرب مش واخد باله. كل أحكامه بحكمة صنع، وطوبى للإنسان اللي ما عندوش مع ربنا إلا كلمة شكرا شكرا شكرا، اشكروا في كل شيء. ليه؟ لأن هذه هي إرادة الله من جهتكم، كونوا شاكرين على كل شيء وفي كل حين، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين 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 آمين. تفضل يا حبيبي يا جورج، سوري الإطالة النهارده.